بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات، عزيزاتي وأعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، مباراة جديدة ويسعدني أن أكون معكم في التعليق عليها. أنا سيد صابر من قمم كرة السلة، جاءت مبكرة جدا مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في دور ال 16 من كأس مصر لموسم 2019-2020. المباراة زي ما قلت لكم يعني بداية موسم قوي جدا جدا للفريقين، وبداية موسم جديد على قناة النادي الأهلي مع أقوى المباريات، مع قمة ونهائي. لكن القرعة جابت المباراة ديت في دور ال 16. احنا عارفين ان النادي الأهلي السنة اللي فاتت كان بطل دور المرتبط ووصيف كأس مصر، ونادي الزمالك كان بطل بطولة دوري السوبر. يعني هي بخلاف انها مباراة بين الاهلي والزمالك اللي هي قمة طبيعية في اي رياضة من الرياضات، فهي مباراة قمة من قمم كرة السلة اللي موجودة في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ واقول لحضراتكم تشكيل فريق النادي الاهلي بالسكواد الجديد او الفريق الجديد اللي عمل مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وبترشيحات من الكابتن اشرف توفيق المدير الفني الجديد والكابتن رفع عبد القادر. عمل صفقات من عار الثقيل هذا الموسم، هقول لكم عليهم واحنا بنتكلم. مثلا النادي الاهلي ايهاب امين من الصفقات الجديده، قادم من دوري الجامعات الامريكيه وكان لاعب في نادي سبورتنج، رقم 4. اليكس يانجا المحترف الجديد، وده محترف قوي جدا يا جماعه، انتظروا منه اداء عالي جدا جدا جدا. المباريات اللي فاتت كان متوسط تسجيله للنقاط 25 نقطة في الجيم. أليكساندر رقم 5. رامي جنيدي الخبير والخبرة الكبيرة رقم 6. سيف سمير العائد من الإصابة وإن شاء الله يكون عائد بقوة رقم 8. والنجم الكبير إبراهيم الجمال رقم 9. وكابتن النادي الأهلي مودي الجرحي صانع ألعابه، وعملاق تحت السلة محمد العدلي، والوافد الجديد للنادي الاهلي ضمن الميركاتو زي ما قلت لكم اللي عمله النادي الاهلي ايمن شوكت لاعب نادي الجيش، وده لاعب قوي جدا يا جماعه، يملك حلول كتيره. احمد اسماعيل العملاق القادم من دوري الجامعات الامريكي، وطبعا برضه من الميركاتو الجديد اللي عمله النادي الاهلي. نجم النادي الاهلي محمد النصر رقم 23. ومحمود الزيات قادم من نادي سموحه، لاعب مبشر وهيبقى خامه طيبه جدا. واخيرا حاتم البحيري نجم النادي الاهلي. ده الكابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي اللي استلم مهام عمله هذا الموسم بعد الكابتن طارق خيري اللي قضى فتره جيده جدا مع النادي الاهلي، حقق فيها كثيرا من الالقاب. طارق خيري ادى اللي عليه، بنشكره وبنقول له انجزت يا طارق، وانت الثعلب الصغير، وجعلنا استاذنا والثعلب الكبير الكابتن القدير اشرف توفيق. كلنا ابناء النادي الاهلي وكل واحد بيكمل اللي بدأه التاني، وان شاء الله بالتوفيق. وده الكابتن عصام عبد الحميد المدير الفني لنادي الزمالك، المدير الفني القدير واللاعب الدولي السابق. وبسم الله نبدا المباراه. ده الكابتن وائل صبحي حكم المباراه، شاف دور اتلعب في الملعب بتاع اسماعيل مع الكوره. رامي جنيدي نادي الزمالك بيلعب مان تو مان، واليكساندر رقم 5، ايهاب امين رقم 4 اللي هتروح له الكوره دوت، وابراهيم الجمال بيطلع من السكين عشان ياخد، لكن بيديها لرامي جنيدي ثلاثيه، اول ثلاثيه الرامي، يا سلام يا جنيدي، اول ثلاثيه الرامي جنيدي يفتتح بيها النتيجه 3-0 لصالح النادي الاهلي. احمد الجرحي مدرب عام النادي الاهلي، هقول لكم الجهاز دوت، عمر هشام رقم 4 في نادي الزمالك، مصطفى بكاوي حاول يخش عم اسماعيل يدافع عليه يطلعها بره اوت. ده نادي الزمالك، ده مصطفى مشعل برضه وافد جديد نادي الزمالك، كان بيلعب السنه اللي فاتت في النادي الاهلي، وانا عقده مع النادي الاهلي واستقطبه نادي الزمالك. اليكس يانج، اليكس يانج 3-0 لصالح النادي الاهلي. اليكس يانج بيهوى وبيخش وبيحاول يحط دانك، وهو بيحط دانك انس اسامه بيرتكب معاه خطا، تمويهه جميله من اليكس يانج، قلت لكم ده لعيب قوي جدا يا جماعه اتفرجوا عليه. انس اسامه ما يعرفش يدافع عليه من بره، يعدي منه ويحاول، وهو بيحط كره ساحقه يعمل معاه خطا، انس اسامه يستوجب رميتين حرتين. شفتوا اهي، هو طبعا من ورا ده يبقى فاول على طول، كويس الحكم ما حسبهاش. انس بوس لاك مان، اليكس يانج بيحط الرميه الاولى، يبقى النتيجه 4-0 لصالح النادي الاهلي.
وادي احمد الجرحي بيتكلم مع احمد اسماعيل جهاز فني النادي الاهلي. كابتن اشرف توفيق والكسندر بيحط النقطه الثانيه يبقى 5-0. كابتن اشرف توفيق مديرا فنيا، كابتن احمد جرحي مدرب عام، كابتن اسلام القطان مدرب، والكابتن طارق الغنام مدير اداري، والكابتن رضا سيد اللي انا بشكره على المجهود اللي عمله معانا النهارده عشان يتحرر الاسامي ديت اداري الفريق. كره لإيرفي ووكر المحترف الجديد للزمالك، طبعا الزمالك غير المحترف اللي كان بيلعب معاه السنه اللي فاتت ولعب معاه بدايه الموسم دوت لسوء سلوكه، واستطاع ان هو وادي ثلاثيه من عمر هشام رفيع عمر، تبقى النتيجه 5-3. بداية قوية جدا، انا قلت لكم هتتفرجوا على مباراة قوية جدا 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 يا جماعة، والامور مش هتتحسم غير في الاخر. هاب امين، هاب امين بيدافع عليه عمر هشام، رامي جنيدي، الجمال، الجمال بيدافع عليه مصطفى مشعل، الجمال بيحطها حلوة قوي لاحمد اسماعيل، احمد اسماعيل بيطلع وهو طالع انس اسامة ولا مصطفى مكاوي اللي بيحمل الفاول، هنشوف. اعتقد انس اسامة، ده طبعا هيبقى في فاول تراب عالي جدا جدا لعصام عبد الحميد. انس اسامه من الاوراق المهمه جدا جدا انه يبقى عليه اثنين فاول، فاول دقيقتين كده هتبقى مشكله. يا سلام يا جمال، موه وبصل احمد اسماعيل، احمد اسماعيل رميتين حرتين بيسجل الاولانيه. احمد اسماعيل القادم في المرقات الصيفي، وكان عليه لغط كبير بين الاهلي والزمالك، واستطاع مجلس اداره النادي الاهلي ان يسقف يتم الصفقه، وبيحط الثانيه. برافو يا احمد، ويجيب احمد اسماعيل النادي الاهلي 7-3 لصالح النادي الاهلي. ووكر، انس، مشعل، عمر هشام بياخد دبل سكريك. يا سلام يا علي سيان بكل ذكاء بيقرا اللعبه وبيقطعها، لكن كابتن شيكيوي بيقول انها على اليكس يانج. حكامنا الدوليين النهارده الكابتن شيكيوي والكابتن وائل صبحي والكابتن عمرو زاهد. تغيير طبعا، خرج انس اسامه عنده اثنين فاول بدري جدا، ونزل رامي حجازي. مصطفى مشعل بتتقطع، لكن لسه الكره مع الزمالك. ايرفين وولكر لسه هنشوف الراجل ده، لسه ما شفناهوش عامل ايه، بيقف وشوت لكن بيطلعها باصه، يشوطها مصطفى حجازي. مصطفى مشعل يلمها، ما تجيش الا احمد اسماعيل، طلعها ليانج، رامي جنيدي الجمال، ايهاب امين، قصيره يا ايهاب، لمها مصطفى مكاوي، وولكر يعمل صدفه كويسه جدا جدا لمصطفى مشعل، يحط نقطتين، تبقى النتيجه 7-5 لصالح نادي الاهلي، واحنا لسه بنلعب في الكوارتر الاولاني. رامي جنيدي اليكس يانج تميز بالتصفيات، وهو بيعمل دبلها كده تخبط في احمد اسماعيل. لعيب اليكس يانج اللي انتم شايفينه دوت بيتميز بالتصويبات الثلاثيه، وكذلك في الدخول من تحت السله، وبيلعب في مركز 4، وده بيتيح له ان هو يبقى عنده فرص كتير ان هو يلعب على الطوال. كابتن اشرف توفيق وكابتن احمد الجرحي، كابتن رضا سيد، عمر هشام حاول يخش، طلعها لمصطفى مكاوي بيشوط ثلاثيه، ما تجيش، لمها اليكس يانج ايهاب امين، جنيدي للجمال، جمال تتقطع من جمال، معلش نرجع ديفنس، عمر هشام، مشعل، وبيسجل نقطتين، يعادل النتيجه 7-7. احنا في اول الجيم، زي ما قلت لكم الجيم مش هيخلص غير في النهايه. فرقتين في منتهى القوه والنديه، فرقتين بيبقى عندهم عدد كبير من اللاعبين الدوليين، ودي هاب امين بيعدي، يا سلام يا ولد، ويطلعها رامي جنيدي قصيره، يلمها هاب امين ويطلع، ما تجيش، ترجع تاني لمصطفى مشعل، وولكر بيحاول يخش، يطلع الباص بره تاني، عمر هشام 7-7 النتيجه، 7-7. وادي عمر هشام بيخش، احمد اسماعيل بيعمل له بلوك رائع يا احمد اسماعيل. في يا جماعه الكوره بيبقى في تيرن اوفر كتير، واليكس وولكر في اول ثلاثيه ليه بيسجل وبيقول لا انا لعيب كويس، لعيب بسجل، ويتقدم الزمالك 10-7 في بدايه المباراه. لسه احنا بيقف ويطلع تصويره ثلاثيه، برافو، واضح ان هو لعيب شويط عنده ثقه في نفسه. وادي عصام عبد الحميد كابتن عصام، نجم احمد اسماعيل بيشوط ثلاثيه، ما بتجيش،
في توتر كده في هجوم النادي الاهلي. وولكر، وولكر، ايرفينج وولكر بيخش، طلعها المشعل ثلاثيه، ما تجيش اللي ما هيبقى مين، هيبقى مين، هيبقى مين، وادي الجمال لوحده خالص ويسجل نقطتين، تبقى النتيجه 10 9 لصالح نادي الزمالك. دفاع من متقدم من هيبقى مين على ايرفينج وولكر محترف نادي الزمالك. وولكر بياخد ستار، لكن احمد اسماعيل هو بيعمل هيلب كده، عمل فاول. ادي احمد اسماعيل رقم 21، كان لعيب في نادي الزمالك في الناشئين، وراح لعب في دوري الجامعات الامريكي، وعند عودته كان نادي الزمالك كان طالب ان هو ليه حق رعايه، لكن بعد بحث الموضوع في اتحاد كره السله اتضح ان نادي الزمالك ملوش حق رعايه، واستطاع ان النادي الاهلي يحصل على توقيع في صفقه انتقال حر، وفضل اللعيب انه يلعب للنادي الاهلي على نادي الزمالك. عمر هشام، مكاوي، وولكر، 10 9 لصالح، يخطف اليكس يانج، جنيدي، اليكس يانج بيشوط باثنين، وسياره ما تجيش، يلمها مكاوي، برافو عليك، بيحجز كويس احمد اسماعيل. عمر هشام، عمر هشام بيخش، حاول يطلعها بره، يطلعها لولكر، بيهوش، طلعها لعمر هشام، تاني ثلاثيه من عمر هشام، وسياره مين هيلم؟ مصطفى حجازي بيلمها، وهو بيلمها رامي حجازي اسف، وهو بيلمها رامي جنيدي بيرتكب خطا ضده. النتيجه يا جماعه دلوقتي 10 9 لصالح نادي الزمالك. كابتن اشرف توفيق خبير من خبراء كره السله، كابتن عصام برضو تاريخ كبير. مشعل بيلم، مستغل طوله، بينزل تحت الباسكت، لكن وهو طالع ابراهيم الجمال، كابتن وائل صبحي بيحتسب خطا ضد ابراهيم الجمال لمصطفى مشعل. بص لما ابراهيم الجمال وهو طالع، ابراهيم عمل دفاع عليه من ورا، ده طبعا بيبقى خطا. رميتين حرتين، وادي الكابتن شيكوي بيسلم الكوره لمشعل. 10 9 ارقام متقاربه وهتفضل متقاربه كده لغايه النهايه. مشعل بيجال الرمية الحرة الأولى، خد تجربتين مرتين إنه لاعب للنادي الأهلي، لكن السنة اللي فاتت لم يتم التجديد له في النادي الأهلي، فانتقل إلى نادي الزمالك. وأدي الرمية الحرة الثانية بيسجلها مشعل، تبقى النتيجة 11 9 لصالح نادي الزمالك. رامي جنيدي بيدافع عليه مشعل، رامي جنيدي، ايهاب امين، لسه ما اشتغلش ايهاب، بس ده لعيب جامد جدا يا جماعه، بقول لكم لعيب جامد جدا، في اي وقت ممكن يا احمد اسماعيل، باصه مهمه جدا يا احمد، كان لازم تاخدها، برافو يا ايهاب. يلا يلا نعوض، معلش في توتر كده في الهجوم بتاع النادي الاهلي، دربكه كده بقى لنا اربع خمس هجمات. وولكر دافع عليه الجمال، بياخد سكرين من مصطفى كده مكاوي، رامي حجازي، عمر هشام، وولكر، وولكر كنترول كويس على الكوره، بيشوط ثلاثيه من بعيد، يا ولد لا ده لعيب كويس يا جماعه قوي، واضح انه لعيب كويس، سجل الثلاثيه ويتقدم نادي الزمالك 14 9. احمد اسماعيل، اليكس يانج راح الباسكت ويحط كوره رائعه، يحيى بتباصه رائعه من الجمال، وقطع جيده من وولكر، بيحط سماش دانك او كره ساحقه من اللي بتعجب الجمهور، تصبح النتيجه 13 14 11 صالح نادي الزمالك. وولكر، وولكر، ايرفينج وولكر بيشوط تاني بثلاثيه، ما بتجيش، يلمها ابراهيم الجمال لجنيدي، رامي جنيدي، رامي جنيدي لاحمد اسماعيل، لجنيدي الجمال، باصه رائعه، يلا يا احمد اسماعيل، احمد اسماعيل بيحاول وهو طالع بيصفي، احمد اسماعيل برافو يا احمد اسماعيل. 13 الاهلي 14 الزمالك، صحوه اهلاويه وعوده للتالق والتسجيل الهجومي. 14 13 لصالح النادي الاهلي، واحنا لسه بنلعب في الكوارتر الاول. ايرفينج، عمر هشام، مكاوي، مكاوي، رافع مكاوي بيعمل تحرك جيد جدا وحط نقطتين. 16 13 للزمالك. ايهاب امين، ايهاب امين لسه بيبحث عن نفسه. ايهاب، ايهاب يا ولد، يا ولد، يا ولد، يا ولد، زئبقي، هالواد ده زئبقي، ما حدش يعرف يوقفه. 15
الاهلي 16 الزمالك. بقول لكم لعيب جيد جدا جدا وعنده حلول كتير جدا في الهجوم. ايهاب امين، مصطفى مكاوي يقطعها منه. ايهاب امين يا ولد يا ولد يا ولد، وبيسجل، وهو بيسجل دنك عمر هشام بيرتكب خطا ضده. المفروض ان الخطا ده خطا سلوك غير رياضي، لكن حكم حسبه خطا عادي. الولد دوت لعيب جيد جدا يا جماعه، ايهاب امين قوي. مميزاته الكبيره كمان ان هو مش جيد جدا في الهجوم بس، لا ده جيد جدا كمان في الدفاع. اتفرجوا عليه في الدفاع واقف ازاي تحت، اهو بصوا داخل بيحط دنك ازاي، وراح طالع عمر هشام عمل معاه فاول، مع ان ايهاب امين لعيب قصير. برافو يا ايهاب، ده 200 حرتين لايهاب امين. بصوا بصوا التحرك، بصوا التغير الاتجاهات يا جماعه. برافو يا ايهاب، برافو برافو. ايهاب امين ولا 200 حرتين، والنتيجه 16 15 لصالح نادي الزمالك. وادي المحترف الجديد كابتن عصام حبيب بيتكلم ومديله توجيهات. ايهاب امين سجل رمى الحره الاولى، برافو. 16 16 برافو عليك يا ايهاب. وبيحط الثانيه 17 16 لصالح النادي الاهلي، ويعود التقدم ثاني للنادي الاهلي. الله يكون في عون المدربين، الضغوط بتبقى عليهم جامده. وولكر ايرفينج وولكر، دي اول مباراه يلعبها مع الزمالك الموسم ده بعد استبدال دينيس ستوجلينج لاعب الزمالك السابق والتقى بيه. وولكر دلوقتي السحارتي نزل، وولكر بيغير اتجاهاته وبيقف وبيطلع. عبد الله لعيب كويس والله، لا انا يعني لعيب كويس. هو في ميزه عن كمان ستوجلينج بتاع الزمالك بتاع السنه اللي فاتت، انه لعيب بيلعب في وسط الفريق، اللعيب الثاني كان ما بيلعبش في الفريق. ايهاب امين بيحاول يخش بيعترضه وولكر بخطا. اللعيب ده بقول لكم ده اول مباراه ليه مع الزمالك الموسم دوت بعد استبدال ستوجلين. انا عاجبني عن ستوجلين لانه لعيب بيلعب انسيستم وبيدافع. كره النادي الاهلي، ايهاب امين طلع اوت لالكس يانج. الكس يانج الكس يانج الكس يانج الكس يانج، ثلاثيه من الكس يانج. 20 16 لصالح النادي الاهلي. قلت لكم الراجل ده يا جماعه مالوش حل، متوسط تسجيله في الماتشات الموسم دوت 25 نقطه. وادي الكره بيلعب دفاع منطقه، تطلع بره سحارتي عمر هشام. سحارتي بيشوط بثلاثه ما بيجيبهاش، رامي جنادي بيلمها. رامي ايهاب امين بعيده شويه، ايهاب سياره معلش دافع. برافو عليكم. 20 16 وولكر. ادي انس اسامه نزل تاني، طبعا عمل فاولين في بدري جدا فاضطر يطلعه كابتن عصام. وادي السحارتي، انس اسامه بيلعب تحت في ماتش اب زون ديفنس كده بيلعبوا النادي الاهلي. وادي السحارتي ثلاثيه تاني سياره يلمها ايهاب امين. 20 16 اليكس يان. اعتقد الكوارتر قرب على الانتهاء عشان كده النادي الاهلي بيهدي. اليكس يانج اليكس يانج، ثلاثيه من اليكس يانج. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا اليكس يانج، ثلاثيه ثانيه من اليكس يانج. ايه يا ولد ده، 23 16 لصالح النادي الاهلي. مفاتيح النادي الاهلي ابتدت تظهر، ابتدوا يسخنوا ايهاب امين واليكس يانج. وادي وولكر وهو داخل خطا على ايهاب امين بيحتسبه الكابتن وائل صبحي. برافو يا ايهاب، دفاع جيد، برافو عليك. اه بيعدي ايهاب، مد ايديه مش عارف حسبه على ايهاب ولا على رامي جنيدي. وادي تايم اوت بيطلبه الكابتن عصام عبد الحميد، لان النادي الاهلي عمل كومباك من فرق 5 نقاط للنادي الزمالك، كسبان هو فرق 5 نقاط، يعني عمل لا كسبان فرق 7 نقاط، يعني عمل ران 12-0 لصالح النادي الاهلي، اخر 3 دقايق 12-0 لصالح النادي الاهلي. وادي الجهاز التدريبي للنادي الزمالك، مهم جدا يبقى الجهاز التدريبي بيشمل على لعيبه جيدين وليهم تاريخ، يعني جهاز الزمالك زي ما احنا شايفين في كابتن سمير جوده والكابتن وائل بدر مدربين مع الكابتن عصام
والكابتن طارق السعيد مدير اداري، ودول طبعا كانوا نجوم كبار في نادي الزمالك. الناحيه الثانيه شايفين الكابتن طارق الغنام مدير اداري، والكابتن احمد الجرحي مدرب عام، غير طبعا الكابتن اشرف توفيق. طبعا دول برده كانوا كلهم لعيبه وكباتن النادي الاهلي. بتبقى حاجه جميله جدا ان احنا نشوف المستوى دوت من اللاعبين السابقين ضمن الاجهزه. ادي النادي الاهلي كابتن اشرف توفيق بيشرح لهم عايزين نستمر. وعند ورا واخد الدكه كابتن سعيد مصطفى مدير جهاز النشئين بالنادي الاهلي. طبعا المباراه بتلعب بدون جمهور. اتحاد السله قرر ان 50 فرد بس من كل طرف ان هو يحضروا، عشان كده الصاله ما فيهاش حد غير يعني اولى امور ضمن ال 50 دول. ف يعني برضو زي ما الكوره كده بتتلعبش، ما ينفعش تلعب من غير جمهور. السله بتبقى برضو مؤلمه من انك تلعب من غير جمهور. عوده المباراه، تايم اوت طلبه الكابتن عصام عبد الحميد بعد ما النتيجه اترفعت ل 23-16 لصالح النادي الاهلي. وادي اوت سايد من تحت الباسكت لنادي الزمالك، تحت توصل عمر هشام بيلعب بوصه كويسه قوي لاسامه. برافو يا انس يا اسامه، باص رائع من عمر هشام، ياخد الكوره انس اسامه بص وبيطلع يحك كوره ساحقه. برافو يا انس، زي ما قلنا لالكس يانج برافو عليك، وانس اسامه بنقول له برافو عليك. بيحدث نقطتين لتصبح النتيجه 18-23 لصالح النادي الاهلي، وينتهي الربع الاول بتقدم النادي الاهلي 23-18. طبعا دي قمه من القمم، بس للاسف قرعه كاس مصر خلتها في دور ال 16 لكاس مصر. يعني تخيلوا الفريق اللي لم يحالف التوفيق النهارده سيكون خرج من دور ال 16. دور ال 16 فيه مواجهه قويه ثانيه بين فرق الدوري. النهارده سموحه بيستضيف نادي الجزيره على ملعب سموحه، وده برده من اقوى مباريات دور ال 16. وكذلك اصحاب الجياد بيستضيف، اصحاب الجياد النهارده بيستضيف هقول لكم برضو مباراه قويه، بتستضيف الجيش. اصحاب الجياد بيستضيف الجيش، ودول اقوى ثلاث لقاءات. ودي انسات فرقه انسات للنادي الاهلي دخلوا بيشجعوا فرقتهم. طبعا ادي تحركات امين. السنه دي مع نهايه الموسم الماضي، طبعا قلنا الكابتن طارق خيري قدم عليه خلال اربع مواسم وحصل على الكثير من البطولات بنشكره عليها. كابتن طارق خيري الثعلب الصغير، وبعدها تقدم باستقالته. وادي السيد الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي. وطبعا ما ننساش ان النهارده ذكرى وفاه الرئيس العظيم للنادي الاهلي الفريق عبد المحسن كامل مرتجي، رئيس النادي الاهلي السابق، اللهم اسكنه فسيح جناتي. زي ما قلت لكم بعد ما كابتن طارق خيري تقدم باستقالته، وقدم النادي الاهلي اسند تدريب الفريق للقدير والخبير الكابتن اشرف توفيق اللي كان متعاقد مع نادي سموحه. وبالتراضي تم انهاء علاقته بنادي سموحه وقدم لبيته النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما يقدرش حد يتاخر عن تلبيه نداء بيته. كابتن اشرف توفيق قدم تصوره لميركاتو قوي جدا، استدعى اللاعبين، للكابتن رؤوف عبد القادر. نكمل بعد كده وتبتدي الكوارتر الثاني اللي انتهى الكوارتر 23-18 لصالح النادي الاهلي. كره مع السحارتي ووكر، ايرفينج ووكر. وادي سليم سليم نزل مكان احمد اسماعيل. عوده سيف، عوده اخويا ان شاء الله. احمد سيف تعرض لاصابه غاب عنها فتره ورجع وهو بيقاتل على الكوره زي ما انتم شايفين. بتوصل لالكس يان بيهدي الملعب. بصوا اللعيب ده يا جماعه بيعمل كل حاجه في الملعب، ممكن يلعب لك صانع العاب، ممكن يلعب لك لاعب ارتكاز، ممكن يلعب لك جناح. ايهاب امين، ثلاثيه من ايهاب امين. يا ولد يا ولد يا ولد، ايهاب امين بيقول انا اهو مش خساره فيا الفلوس اللي اتدفعت. كامل كاتو سيفي لاعب جيد جدا، وتصبح النتيجه 26-18 لصالح النادي الاهلي. بصوا يا جماعه تفاعل ولد اللي اسمه ايهاب امين،
السحارتي السحارتي عمر هشام ثلاثيه ما بيجيبهاش. يانج بيلم الكوره رجعها لإيهاب أمين. إيهاب أمين أبو النصر نزل وسيف نزل والبحيري نزل والمدربين كلها بتغير. يا سلام يا إيهاب، لكن أنس أسامة بلوك رائع من أنس أسامة. في الآخر تطلع الكورة أوت لصالح النادي الأهلي من تحت سلة نادي الزمالك. بصوا داخل إزاي أنس بيتميز جدا بالتايمنج أو التوقيت المثالي في البلوكات او عقد الكوره. البحيري حاتم البحيري وحشاي حاتم هارد لك. كان في باصه حلوه لكن ايهاب امين بيرجع يجيبها، وهو بيجيبها الحكم احتسب خطا على ايهاب امين. اعتقد الخطا الثاني على ايهاب امين دوت كابتن شكاوي احتسب خطا عليه، خطا لصالح نادي الزمالك. اهو بصوا بيحاول يعمل ستيل للكوره، هو الحكم قال لا ده مسك ايديه خلاص الحكم كلامه يمشي. ادي كابتن اشرف توفيق طبعا في رد فعل طبيعي. سيف بيعمل ديفنس كويس او دفاع جيد على انس اسامه. لسه الكره لصالح نادي الزمالك 26-18 لصالح النادي الاهلي، فارق 8 نقاط. مصطفى مكاوي عمر هشام عايزين يلعبوا الراجل المحترف، يطلع يشوط ثلاثيه ويجيبها لعيب جيد زي ما قلت لكم. يبقى 21-26 حاتم بحيري بيدافع عليه انس، مش عارف فكره الكابتن عصام انه يخلي انس هو اللي يدافع على البلاي ميكر، يمكن عشان يستغل تورو. ابو النصر لسيف سمير، سيف وهو طالع ما يجيبهاش لما ابو النصر يحاول يديها لسيف تاني ما تروحش. عمر هشام ايرفينج ثلاثيه ما تجيش، في خطا على ايهاب امين لازم تسده يا كابتن اشرف، ده خطا الفاول الثالث. صح صح انا شايف من هنا وانا بعلق من الاستوديو ان في فاول، في دفع يا ايهاب. برافو وائل صبحي، برافو. خلاص يا ايهاب خلاص ركز، اعتقد الخطا الثالث ده على ايهاب امين. خلاص يا ايهاب الحكم مش هيرجع في كلامه، ترجع الكره للزمالك. ايرفين مكاوي ثلاثيه مكاوي ما بيجيش، لمها اليكس يانج عامل شغل جاد في الهجوم والدفاع. ايهاب امين ايهاب امين بيفرض سيطار من سيف. ايهاب ايهاب كويس ايهاب لابو النصر، ثلاثيه من ابو النصر. يا سلام يا ابو النصر، ويلكم باك يا ابو النصر. 29 الاهلي 21 الزمالك بثلاثيه محمد ابو النصر. وادي ايرفينج بياخد حاجه اسمها باك دور كات كده، قطعه جيده وباصه جيده لكن بيدافع عليها ايهاب امين يخليه يشوط الكره اي كلام. وادي ايهاب امين بيقف وبيشوط وبيسجل. يا سلام يا سلام يا ايهاب، 31-21 واول مره السكور يروح ل 10 نقاط فارق. وادي احمد الجرحي يا سلام، شوف الولد بيقف ازاي، دخل دخل وعمل ستوبنج او توقف وطلع وقدام انس اسامه ويسجل. تدرس الكره دي يا واد ايهاب، هايل يا ايهاب، هايل يا كابتن ايهاب، برافو عليك. 10 نقاط، بصوا المحصله بتاعت ايهاب امين. بقول لكم لعيب قوي جدا، صفقات قويه جدا عملها النادي الاهلي في الصيف، اعادت الروح للفريق مره ثانيه. 10 نقاط الفارق، وفي الوقت ده الكابتن عصام عبد الحميد بيلجا للتايم اوت الثاني بتاعه علشان يوقف تقدم النادي الاهلي. اداء رائع لغايه دلوقتي، كل اللعيبه اللي نزلت ادت اللي عليها. الجمال نزل ورامي جنيدي نزل خرجوا، نزل واحمد اسماعيل نزل خرجوا، ونزل سيف سمير، نزل البحيري، ونزل ابو النصر، ولسه الاداء زي ما هو ممتاز. ادينا الكور بتاعت ايرفين محترف جديد للزمالك، وادي كوره اليكس يانج. ماتش حلو 31-21 لسه طبعا ما شفناش ايمن شوكت برضو من اللاعبين الجداد الممتازين جدا جدا في فريق النادي الاهلي، لكن الكابتن اشرف توفيق عنده القدره على اداره لعيبته خلال المباراه بصوره جيده. اشرف توفيق الثعلب الكبير بتاع الثانيه. ادي الكابتن عصام عبد الحميد والكابتن وائل بدر
وادي مودي الجرحي، فريد الغنام، شايف الروح والحماس هايله مع فريق الفرقه. كابتن عصام عبد الحميد بيعترض على بيتكلم الحكام. نصعد من المباراه، فرق 10 نقاط واحنا لسه في الكوارتر الثاني. كان النادي الاهلي بيلعب دفاع زون ضاغط متقدم في المنطقه. عادل البعيري مع عمر 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 هشام طلعها احمد جمال، اعتقد احمد جمال، ايوه تسعه كره تيجي في رجل. اسف ده اسلام سالم، اسلام سالم من لسه نازل رقم تسعه برضه منتقل حديثا من الصفقات الجديده لنادي الزمالك، منتقل من الجزيره. انس اسامه بيحاول يلعب مع اليكس شان، بيقف وبيسجل، برافو يا انس، بيحط نقطتين. 23 23 31 بحيري، حاتم البحيري، حاتم، سيف سمير، محمد ابو النصر، ابو النصر حاول يخترق، بيخترق سياره ابو النصر، الامام الكاوي، هجوم سريع لكن حاتم البحيري بيرجع بيعمل توقف الهجمه السريعه ديت قبل ما تروح الكره لاسامه، انس اسامه، برافو يا حاتم. كابتن اشرف توفيق زعف لعبته، لازم نركز. مكاوي، عمر هشام، عمر هشام، وادي ايرفين بتمريرات، فاول، فاول عمل خداع جيد جدا. برافو اللعيب كويس. لابراهيم الجمال يحصل على خطا. هنشوف الحكم حسبه ايه. لسه ما لا لسه ما كانش بيشوط، المفروض لسه تحت. ما فيهاش ثلاث شوط، لسه في الدريبل. فعلا اوت سايد. مكاوي. اسلام سالم. ايرفن ووكر، ووكر، ووكر بيحاول هو يلعب لوحده، بتوصل لانس اسامه، اسلام سالم، ثلاثيه ما تجيش، كانت صفات 24 ثانيه لكن لما الزمالك. مكاوي، انس اسامه بيحاول يلعب على واحد على سيف، طلعها الثاني لعمر هشام، عمر بيحاول يخترق، بيخترق، برافو يا عمر، برافو، اختراق جيد من عمر هشام. 25 31 بعد التايم اوت. نادي الزمالك احرز اربع نقاط، نادي الاهلي لم يحرز ولا نقطه. احنا بنلعب في الكوارتر الثاني. سيف سمير، مكاوي ارتكب خطا ضده وهو على الارض. مصطفى كيزو او مصطفى مكاوي. 31 25 لصالح النادي الاهلي. هبص هو تحت، هو بيحاول يتعلق فيه. ابو النصر بحيري، ابو النصر بيحاول يخترق، يا سلام يا واد ابو النصر، ابو النصر بيعمل اسيست رائع لسيف سمير اللي بيقول له متشكر وبيطلع يحطها. 33 25 برافو يا محمد ابو النصر، برافو يا سيف. عمر هشام، عمر هشام صار لاعب نادي الزمالك. عمر هشام بيحاول يخترق، طلعها لانس اسامه، اسلام سالم، ثلاثيه من اسلام، وحشه ما بتجيش، تخبط في الحلقه وتخرج بره. 33 25 ادي امين، وادي ايمن شوقي اللي جنبه دوت، وجه جديد في النادي الاهلي ان شاء الله هتاخده عليه. اليكس يانج، اليكس يانج، سيف سمير، ابو النصر، اليكس، بحيري بيخترق، بيلاقي السكه فاضيه لكن قصيره بحيري، معلش، ايرفين، ايرفين ووكر اديها لعمر هشام وهو طالع. اليكس يانج يرتكب خطا ضده، يستلزم حرتين، رميتين حرتين لعمر هشام، برافو يا عمر، دخول جيد جدا. بصوا كل قوه بيطلع لكن بياخد احتكاك جسدي كده من اليكس يانج. رميتين حرتين لصالح عمر هشام، بيسجل رميه الحره الاولى، برافو يا عمر. طبعا احنا لازم نقول على اللعبه حلوه حلوه يا جماعه، احنا في قاعده النادي الاهلي، طبعا كلنا امل ان النادي الاهلي يكسب ان شاء الله، لكن احنا في الاول وفي الاخر بنشجع اللعبه الجيده. وادي اليكس يانج، وولد يا ولد يا ابو النصر، يا ولد يا سيف، تاني اسيست رائع من محمد ابو النصر لسيف سمير، بيقول له متشكر وحطها، كره ساحقه. 35 26 صالح النادي الاهلي. سي انس اسامه، عمر هشام،
عمر هشام بيخش بيديها لانس اسامه. انس لعب فرد، انا شايف شرف ازاز الزمالك. وادي عمر هشام ثلاثيه يلمها اليكس يانج، هو بيلمها. عمر هشام يرتكب خطا ضده اليكس يانج. يا ترى الزمالك عمل اكتر من اربع اخطاء شخصيه؟ هنشوف لو عمل اكتر من اربع اخطاء. بص فاول، لا لو دلوقتي لو في اربع اخطاء شخصيه اليكس يانج هيشوط شوطين. لا يبقى لسه نادي الزمالك لم ما عملش خمس اربع اخطاء شخصيه. وادي حاتم البحيري خرج وزمايله بيشكروه على اللي عمله خلال اللقاء او الزمن اللي اداه. ونزل كابتن الفريق مودي الجرحي ابن النادي زي ما بيحبوا يسموه، كابتن الفريق مودي الجرحي. ادي مودي الجرحي مع الكوره، ابو النصر، سيف سمير، سيف سمير، سيف سمير، وحشه يا سيف، لكن بيجيبها. برافو يا سيف. ليه بقول وحشه؟ لان الدفاع فوقه كان ممكن يمرن، لكن هو خد على عاتقه بنقطتين 37 26. ايرفينج وولكر، اسلام سالم. يا جماعه ازاي؟ يا سلام يا سلام، قطعه جيده بدون دفاع من انس اسامه، بيدوا له الكوره يحط ساحقه ويسجل نقطتين. انس اسامه 28 37. بصوا مفيش دفاعات، سرحانين الناس. قطعه جيده، انس طبعا طويل والحاجات دي بيحبها جدا. سجل نقطتين. مش عارف في ايه، في تغيير ولا حاجه. احمد جمال نزل، احمد اسماعيل خرج برضو، سيف سمير نزل، سيف سمير خرج، نزل احمد اسماعيل، نزل احمد جمال في نادي الزمالك. احمد اسماعيل، جمال، مودي، ابو النصر، ابو النصر لمودي، للجمال ثلاثيه من جمال، ما بتجيش. جبنا انس اسامه، مفيش رجوع من النادي الاهلي، مفيش رجوع. ادي احمد جمال بيحاول يخش، لكن في دفاع جيد عليه جدا من ابو النصر والجمال. مودي الجرحي، مودي الجرحي، ابو النصر، ابو النصر، احمد اسماعيل. يا سلام يا ابو النصر، ابو النصر ملك الاسيستات، ملك التمريرات الحاسمه. محمد ابو النصر، بصوا يا جماعه الولد دخل لم عليه الدفاع وراح مدي الكره لاحمد اسماعيل. ثالث اسيست من ابو النصر، لتصبح النتيجه 39 28. وولكر، وولكر، اسلام سالم ثلاثيه، ما بيجيبهاش لانها مصطفى مكاوي. مصطفى مكاوي بتعمل عليه دفاع مزدوج، بينجحوا فيه النادي الاهلي، وبيديها لاليكس يانج لاحمد اسماعيل بهدوء لاليكس يانج. برافو الجمال، ثلاثيه بالجمال، معلش نرجع نجيبها. لكن اليكس يانج بكل خبره وبكل مهاره بيقطع الكوره وبيحط نقطتين. قلت لكم رهيب جامد جدا يا جماعه، 41 28 النادي الاهلي، والفرق ابتدى يتسع. وادي انس اسامه، انس اسامه طلعها، احمد جمال بيحاول يلعب. انا شايف نادي الزمالك اللعب فردي شويه، طبعا ده تاثير ان الفرقه بقى لها سنه بتعتمد على اللعيب الاجنبي اللي كان موجود الموسم اللي فات، ديرن ستوجلين. فاللعيبه ما بقاش عندها حلول، وتعودت على ما بقاش عندها حلول. فطبعا كابتن عصام عبد الحميد هياخد وقت طويل علشان يغير الاسلوب دوت. وولكر، وولكر، ايرفينج وولكر عايز يلعب لوحده، بيقف ويعمل تو شوتس ما يجيبهاش، تو بوينت شوتس ما يجيبهاش. لماك جمال 41 28، واحنا تقريبا عدينا نص الكوارتر الثاني. احمد اسماعيل، الجمال، النجم اليكس يانج، اليكس يانج، اليكس يانج، هو عايز يلبس انس اسامه فاول، لكن الحكم ما حاسبهاش، تطلع قصيره وتطلع في الاخر اوت سايد لصالح النادي الاهلي، اوت لصالح النادي الاهلي من تحت سله نادي الزمالك. الجمال، اسماعيل، احمد اسماعيل، ترجع للجمال، الجمال طبعا لازم يشوط خطر ال 24 ثانيه، ما خدوش بالهم. عوض يا جمال في الدفاع. يانج، اسف يانج، وولكر. وادي مصطفى مشعل نزل تاني، انس اسامه، احمد جمال بيدوروا على ايرفينج. اسامه عايز يخش، انس اسامه وبيقف يعمل ميديوم شوت كده. برافو يا انس، 30 41 كويس. مودي الجرحي،
الكابيتانو في فاول على احمد جمال بيشد عمود الجرح وهو بيلعب الدريبل. احمد جمال لاعب سابق في النادي الاهلي برضه تم انتقاله من موسمين لنادي الزمالك. لسه نادي الزمالك ما ارتكبش اربع اخطاء. ابو النصر يانج، بص يا جماعه، بص يا جماعه الراجل ده، بص يا جماعه الراجل ده بيعمل ايه، بص يا جماعه الراجل ده بيعمل ايه، وبص الروح في النادي الاهلي بيغزل كل لعيبه نادي الزمالك وبيخش وهو داخل يرتكب ضده خطا. بصوا ادي خد انس اسامه وخد ايرفين وجاله مكاوي وفي الاخر بيحط باسكت وانس اسامه بيرتكب عليه خطا ورميه اضافيه. اليكس يانج هارد لك يا اليكس، طبعا تعب. 43 30 ايرفين، ايرفين ووكر، مصطفى مشعل، انس اسامه، جمال، احمد جمال هو داخل، مود الجرحي بيرتكب عليه خطا. الثلاث حكام في صفاره واحده، كابتن عمرو زاهد والكابتن شيكاوي والكابتن وائل صبحي بيقولوا الصفاره على الجمال. لا مود الجرحي، بص 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 مود الجرحي، يبقى خطا. النادي الاهلي الزمالك عمل اكثر من اربع اخطاء، يبقى كده رميتين حرتين سياره من احمد جمال. احمد من ناشئ النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي حوالي 3 4 سنين كده في الدرجه الاولى، وتم انتقال نادي الزمالك بعد كده. احمد جمال وما يجيبش اللعبه الحره الثانيه، يلمها اليكس يانج. لعيب جامد جدا يا جماعه، اللعيب ده من الصفقات الجامده جدا اللي الكابتن اشرف توفيق وراه لنا وخد راينا، وهو كان شايف ان هو لعيب جامد جدا بيلعب اكتر في اكتر من مكان. بصوا منين، بصوا منين، بصوا منين، عرض لك، عرض لك، ما بيجيبهاش اليكس يانج. والنادي الاهلي مجلس الاداره الكابتن الخطيب قال له يا كابتن اشرف هات اللي انت عايزه وما يهمكش احنا لها. وفعلا مركاته هايل، سكواد جديد، وبينتهي الكوارتر وهو في نهايه الكوارتر مصطفى بكاوي بيحط نقطتين، تصبح النتيجه 32 الزمالك 43 النادي الاهلي في نهايه الكوارتر الثاني. شوط اول كان رائع من الفريقين، وان شاء الله نستمتع بالشوط الثاني. استراحه اعتقد انتهى الشوط فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي السيدات والساده مشاهدي قناه النادي الاهلي، مره ثانيه ومباراه القمه في كره السله بين فريقي النادي الاهلي ونادي الزمالك. والشوط الثاني من المباراه التي انتهى الشوط الاول بفوز النادي الاهلي 43-33. مباراه دور ال16 لكاس مصر، واللي هيتحدد من خلالها مين اللي هيكمل في الكاس ومين اللي هيخرج بره. المباراه في الشوط الاول كانت رائعه، وخصوصا من جانب لاعبي النادي الاهلي. تالق في صفوف النادي الاهلي كل اللاعبين اللي شاركوا تالقوا، لكن من وجهه نظري اكثر اثنين تالقوا كانوا اليكس يانج واللاعب الامريكي الجديد للنادي الاهلي، وإيهاب أمين الصفقة الجديدة التي حصل عليها هذا الفعل بالعجوز أشرف توفيق هذا الموسم. ومحمد بن نصر أدى بصورة جيدة، أحمد إسماعيل أدى بصورة جيدة، وسيف أدى بصورة جيدة، رامي جنيدي، كل نزل أدى بصورة جيدة. في الجانب الآخر نادي الزمالك ما عندوش حلول كتير، ما أداش فيه بصورة جيدة من وجهة نظري غير أنس أسامة عملاق نادي الزمالك، و المحترف الاجنبي الجديد ايرفينج وولكر. مباراه تصودها الروح الرياضيه العاليه والحماس من جانب الفريقين. طبعا هي مباراه كاس، وكل فرقه عايزه تروح للادوار اللي بعد كده، غير انها مباراه قمه بين الاهلي والزمالك، لكن هي كمان بتحدد مين اللي هيكمل علشان ينافس على البطوله، ومين اللي هيتم الاطاحه بيه من كاس مصر في دور ال16.
الموسم السنه دي هيبقى قوي جدا 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 يا جماعه. يعني انا بقول للجماهير النادي الاهلي الموسم قوي، احنا عملنا سكواد كبير، عملنا فرقه جامده، مجلس الاداره بقياده كابتننا الكبير محمود الخطيب لبى كل رغبات النشاط الرياضي بقياده الكابتن رؤوف عبد القادر وطلبات الكابتن اشرف توفيق، وعمل دعم كبير جدا 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 لفرقه كره السله بالنادي الاهلي. يعني احنا شفنا من الصفقات الجديده في الشوط الاولاني احمد اسماعيل، وشفنا ايهاب امين، وشفنا اليكس يانج، ولسه بره في ايمن شوقي، ولسه بره في الزيات، ولسه نجم كبير جدا جدا اللعيب دوت احفظه اسمه عبد الفضيل، لكن للاسف في اصابه في وشه، عنده شرخ في الوجه كده من المباراه اللي فاتت وغايب النهارده. الى جانب باقي العناصر الباقيه من السنه اللي فاتت، عبد الفضيل اللي قاعد فوق دوت جنب الكابتن سيد مصطفى. باقي العناصر بتاع الفريق اللي تبقت من فريق النجم ابراهيم الجمال والنجم محمد ابو النصر والبحيري وسيف سمير والسلعاوي اللي بنتمنى له الشفاء والعوده، احمد السلعاوي نجم النادي الاهلي عنده اصابه وان شاء الله في المراحل التاهيل الاخيره. يعني اخر مره كنت بتكلم معاه كده يقول لي ان شاء الله ممكن ابتدي انزل ملعب على نهايه شهر ديسمبر واول شهر يناير. وادي الكابتن عمرو زايد حكمنا الدولي من الحكام الجديده اللي واخده الشهر الدوليه الجديد، حكم ممتاز شاب جميل، واتمنى له كل التوفيق. اهو احمد السلعاوي اللي بقول لكم عليه عنده اصابه، وادي الكابتن سيد مصطفى مدير قطاع الناشئين، واللي جنبيه كابتن عبد الفضيل، وادي سياده الوزير عمرو فاروق، بجنبه كابتن خالد القوسي منسق المباراه، والكابتن خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي، ودول بنات النادي الاهلي صغار فرق الباسكت في النادي الاهلي. ثواني وهنبتدي اللقاء والشوط الثاني. زي ما قلت لكم الميركاتو دوت غير شكل النادي الاهلي، فخلى وطبعا عوده الكابتن اشرف توفيق، لكن المنافسه قويه جدا جدا في كره السله يا جماعه. زي ما بقول لكم في اربع خمس فرق في الدوري، مهما تعمل فرق قويه هم كمان بيعملوا فرق قويه. الزمالك فرقه قويه جدا جدا، الجزيره فرقه قويه جدا جدا، الاتحاد السكندري صاحب التاريخ الكبير فرقه قويه جدا جدا مع مدربهم الجديد الكابتن احمد مرعي. يعني ان شاء الله اما نخش بقى في الدوري والسوبر والمرتبط، عايز اقول للجمهور الاهلي يعني يعني اكيد ما فيش حد هيكسب على طول، لكن ان شاء الله هنكسب في النهايه. نبدا المباراه وبعد كده نرجع الحديث. نودي الجرحي بدا، اليكس يانج بدا يحاول يخش وحش اليكس لكن بيحطها، يا سلام عليك، ده حاول يا جماعه الولد ده ولا ايه؟ بياخد الكوره وبيلعب باحمد جمال ويلف ويشوت اوت اوف بوزيشن، احمد جمال بيعمل معاه فاول وبيسجل وبياخد رميه اضافيه 45. بصوا 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 بصوا، يا سلام يا اليكس يانج، رميه اضافيه بيسجلها، برافو يا اليكس، 46 33 لصالح النادي الاهلي. وولكر ايرفينج وولكر، عمر هشام، احمد جمال بيحاول يخش لكن سيف سمير بيدافع عليه بطريقه جيده جدا، لكن لما مصطفى مكاوي وهو طالع سيف بيرتكب خطا ضده، رميتين حرتين لصالح مصطفى مكاوي. بس البلوك الجوي يعني هو طالع هنا بقى، دي فاول، ده فاول سيف على سيف، من سيف على مصطفى مكاوي. عصام عبد الحميد بيتكلم مع وائل صبحي، مكاوي رميتين حرتين، بيسجل رمي الحره الاولى مصطفى مكاوي. مدربين كبار، ضغوط كبيره، مصطفى مكاوي ما بيجيبش لما الحره الثانيه لما سيف، يبقى النتيجه 34 46. مودي الجرحي، اليكس يانج المتالق، ابو النصر ملك الاسيستات، الجمال بيدور على واحده عايز يلعب، ده اليكس يانج فتحوا الملعب عشان يلعب واحد على واحد، وبيوصل وبيسجل بمنتهى السهوله، بيلعب بانس اسامه من بره، سجل نقطتين 48 34 يرفع الفارق ل 14 نقطه. وكر، احمد جمال، عمر هشام، مكاوي، وكر بيموي وبيقف وبيشوط، قصيره توصل الكره في داخل اليكس يانج، بيجرب خد كده بيهدي، لا عايز يروح وراح لكن ما بيسجلش، لما مكاوي وبيقطع مودي الجرح، يا سلام يا مودي، ليانج، اليكس يانج
مودي الجرحي. طبعا مودي شقيق احمد الجرحي مدرب عام النادي، متربين في النادي الاهلي الاثنين وهم عندهم ايه 4 سنين. مودي الجرحي الجمال، الجمال بيقف وبيصوت هارد لك يا جمال، هتمشي هتمشي ما تقلقش. وفي الريباوند سيف سمير بيرتكب خطا ضد انس اسامه، وبيقول الحكم انا ما عملتش حاجه، هنبص عليها اهو. لا ده مطوله شويه الاعاده ديت. ايرفينج ويلكر احترف نادي الزمالك. انس اسامه، عمر هشام، عمر هشام بيحاول يخش لكن مودي الجرح بيطلعها منه. برافو يا مودي يا خبره. وابو النصر بصه وحشه قوي بس خدها برجليه. معلش يا مودي عملت ستيل رائع، عملت ترانزيشن رائع لكن الباصه الراجل خدها برجليه. عشان توفيق بيقول له مش مهم، برافو عليه وبيسلم عليه. هو ده الكلام. تغيير الجمال خرج من النزل، هنشوف مودي الجرحي او النصر. شايف شوكت ظهر اخيرا، ايمن شوكت لعيب ممتاز، اصبروا عليه. وشوفوا الولد ده رقم 13، ابو النصر، ابو النصر لسيف، اسيس رائع من سيف بس سيف ما جاش مع انس اسامه. الولكر اسامه اصراع لمصطفى مكاوي، بيطلع ويحط مكاوي، برافو عليك. اسيس كويس من اسامه، من انس. 36 48. مودي الجرحي الزمالك بيلعب زون ديفنس او دفاع منطقه. يانج بيموي وبيوصل وبيسهل لسيف، لسيف لسيف سمير اللي بيسجل. برافو يا سيف. 50. في صفاره، شوف في ايه بيسجلها اهو. اعتقد الحكم ادى تكنيكال فاول على سيف سمير علشان بيزعق بيقول فاول اعتقد. شوف لو الزمالك هيشوط شوطه واحده يبقى في تكنيكال فاول او خطا فني. ايوه اتحسبت 50-50 لصالح النادي الاهلي. 36 ودي رميه واحده بس عشان في خطا فني على سيف سمير برميه واحده، وهترجع الكوره لنادي الزمالك. يبقى الزمالك دلوقتي 37 والاهلي 50. تعديل القانون خطا الفني بيبقى رميه واحده وترجع الكوره زي ما تتلعب زي ما كانت صايره. الزمالك محتاج يستحوذ. وولكر، ايمن شوكت في الملعب، وادي نزل ايهاب امين مكان ابو النصر. كابتن اشرف توفيق بيالف اوراقه كلها، وده المفروض في ماتشات زي ديت. احمد جمال، انس شورت شوت، برافو يا انس، بيقف كده وبيلعب شورت شوت. 39 للزمالك 50 للاهلي. في تريحه شويه كده من لعيبه النادي الاهلي. شوكت، ايهاب، ايهاب امين، شوكت. نادي الزمالك بيلعب دفاع منطقة، صعب الأمور شوية على النادي الأهلي، مفيش حلول. إيهاب لكن الحل أهو، الحل أهو بس سيارة. سيف سمير ياخدها. وولكر، وولكر، إيرفينج وولكر، أسامة، أنس، عمر هشام بيخترق، هو بيخترق ما بيجيبهاش. في صراع ريباوند في الآخر توصل لإيهاب أمين. إيهاب أمين، إيهاب أمين، ويوصل هبه امين وهو داخل. في خطا متعمد على لعيبه الزمالك لهاب امين على عمر هشام. رميتين وحيازه، وادي لعيبه النادي الاهلي اللي خارج التشكيل. عفاضيل، الشرشابي، ايوه شد دي احمد جمال اهو باينه جدا. برافو يا شكاوي، كابتن شكاوي حكمنا الدوري شفة. لكن لا لا الفاول مش هنا، الفاول من تحت احمد جمال. وعمر هشام قاتل عمل بلوك، لكن احمد جمال كان شادد ايديه. ايهاب امين شوت لي ايهاب. برافو يا ايهاب، برافو يا بوب، سجل رمي الحره الاولى. برافو يا ايهاب. 51 الاهلي، رمي الحره الثانيه. ايهاب امين سياره لكن بتوصل وبتخش. برافو يا ايهاب، ترجع الحيازه للنادي الاهلي. 52-39 مباراة قوية ورائعة وباين على المدربين. شوكت، ايهاب امين، الكسيان، مودي الجرحي، مودي الجرحي دخلها حلو اول. سيف اللي بيهوش هارد لك يا سيف، جامدة شوية. نجمها مكاوي، وولكر، وولكر بيعمل تسجيل سريع، بيخش ما يجيبهاش. نجمها مودي الجرحي،
مودي الجرحي في اعتراض من بنش نادي الزمالك على الحكام. جرحي هيبقى مين؟ شوكت مودي كمشيت الكره سلسله كده بسرعه عشان يخترقوا الدفاع. ايمن شوكت الكسيان الكسيان يقف وبيصوب متسجلهاش تطلع اوت سايد على سيف سمير. كابتن عمرو بيقول في اوت سايد على سيف سمير مظبوط. عمرو زايد حكمنا الدولي كرة في حيز نادي الزمالك واحنا في الكوارتر الثالث دلوقتي. مصطفى مشعل نزل انس اسامه عمر هشام بيدوروا على اولكر ياخدها وبيطلع ثلاثيه لكن هو طالع ايمن شوكت بيرتكب ضده خطا بيحتسبه حكمنا الدولي الكابتن شكاوي منطقه اسكندريه من الحكام الجيدين جدا ومن الشخصيات كمان الجميله قوي اللي ممكن تتعامل معاها. هادي محتسب فعلا في احتكاك رابي شكاوي ثلاث رميات لصالح ايرفين وولكر محترف نادي الزمالك. ادي محمد ابو النصر والجمال والبحيري وولكر وجمال الجرحي خرج ونزل رامي جنيدي بيضيع الرمية الحرة الأولى. ادي اسلام سالم ايرفين وولكر الرمية الحرة الثانية ما بيجيبهاش طبعا لا هي شوطة بثلاثة يا سيف فلازم ثلاث رميات حرة. رامي حجازي احمد جمال لاعب نادي الزمالك الرمية الحرة الثالثة وولكر بيسجلها يبقى حط 2 من 3 41 الزمالك 52 الاهلي. في دفاع ضاغط للنادي الزمالك لكن بيخلصوا النادي الاهلي كويس. سيف سمير سيف سمير ايهاب جمال بيقف قصيره في توتر شويه في هجوم النادي الاهلي دلوقتي. عمر هشام رامي جديد بكل خبره بيقف في سكه انس اسامه بيخليها ارتكب خطا. رافي رامي اوت سايد لصالح النادي الاهلي. انس اسامه بيقول جت في رجل اليكس يانج لكن الكابتن وائل صبحي بيقول له لا اوت عليك. اعتقد وصلنا لمنتصف الشوط الكوارتر الثالث. ايوه فعلا انت يا انس اللي قطعت الكوره. رامي جنيدي ايهاب امين يانج جنيدي بيجرب جنيدي يا ولد يا رامي ملك من ملوك الثلاثيات في تاريخ مصر 55 41 رامي جنيدي بيحرك لنا السكور كده وبيسخننا شويه معاه. وولكر وولكر برافو سيف سمير بيلمها في غدر طبعا على مكاوي ماسك ده بيلف برافو يا سيف. جهاز فني الزمالك بيعترض لكن في الاخر حكم صفر. ادي رامي جنيدي سلام عليك يا رامي. طبعا رامي جنيدي ده هو واخوه شريف لعيبه كبار ولاد استاذنا الكبير المرحوم طلع جنيدي نجم مصر ومدرب منتخب مصر والنادي الاهلي السابق كابتن طلع جنيدي اللي حصل مع النادي الاهلي في جيلنا على اول بطوله دوري في تاريخ النادي الاهلي. ودي ايهاب امين يا ولد يا ولد يا ايهاب يا امين ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي بيروح وبيحط الكره بايده الشمال وادي هجمه سريعه النادي الاهلي. شوكت ايهاب امين ايهاب امين كتير يا ايهاب يانج بيوصل وهو داخل بيحط دانك. عمر هشام بيرتكب معاه خطا المفروض خطا سلوك غير رياضي لكن الحكم بيتغاضى عنها. 57 الاهلي 41 الزمالك. بص بص ماسك ايديه المفروض ده خطا سلوك غير رياضي خطا متعمد ده في القانون لكن مش الحكم حسبها عادي. اوكي يا كابتن شكاوي طبعا اعتراضات نادي الزمالك غير مبرره وكنا شفنا احمد عادل عد مجلس اداره نادي الزمالك ادي عصام عبد الحميد بيتخانق مع الحكام انا مش شايف في اي سبب للكلام دوت مش شايفين اي اسباب للكلام ده بالعكس انا شايف يعني الحكام هايلين
وعصام حميد بيسحب لعيبته مش عايز يكمل طبعا. النادي الاهلي بيأدي اداء قوي جدا. نادي الزمالك في حاله وصل سكور ل 16 نقطه فارق. خلينا نشوف خلينا نشوف. طبعا كابتن عصام عبد الحميد سحب لعيبته من الملعب من وجهه نظره هو ان الحكام ضده. وانا هسيب الصوره حضراتكم شايفين الملعب وشايفين الجيم. وادي احمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس اداره نادي الزمالك مش عارف جاي يتخانق ليه. يعني هو راح يكلم خالد القوسي وهو لا 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 لا. اوكي هنشوف هيكملوا المباراه ولا مش هيكملوا المباراه. وادي الكابتن احمد محمد عبد الطاهر راح يكلم احمد عادل عبد الفتاح بيكلم نائب عضو مجلس اداره الاتحاد كابتن محمد عبد المطلب اللي انسحب من محادثته. دي لعيبه الاهلي اللي بقول لكم عليها كابتن ومدربي النادي الاهلي. انا مش عارف الاحتجاج ليه. يعني لكم الحكم. انتم لكم الحكم. انتم لكم الحكم. نادي الزمالك مدربه وعضو مجلس ادارته المشرف على الالعاب الجماعيه بيسحبوا الفريق وبيهددوا انهم مش هيكملوا المباراه. يعني مش فاهم. لا في تفوق كامل للنادي الاهلي. يعني في تفوق كامل من بدايه المباراه للنادي الاهلي. نادي الزمالك ما تفوقش على النادي الاهلي طول مراحل المباراه. بالعكس النادي الاهلي بيأدي بصوره جيده جدا جدا. نادي الزمالك هو اللي ما عندوش حلول. طبعا الحكم هيديله الوقت الكافي وبعد كده اللي بينص عليه القانون وبعد كده بيتم استبعاد الفريق. لكن انا اعتقد ان عصام عبد الحميد هيرجع فرقته تاني للملعب. يعني مع الاسف يعني في حاجات ما بنحبش نشوفها كتير في الملعب وما بتحصلش كتير في الدنيا كلها على فكره. يعني ما بتحصلش غير في مصر. الواحد شاف ماتشات في كل حته في الدنيا حتى في الدول العربيه. عمرنا ما شفنا الموقف ده ان المدرب بيسحب فرقته اعتراضا على التحكيم. بقول له كنت قلت كده قبل الماتش. ده كده بس 17 بوينت فوق. عنده حق قبل الماتش. احنا في انتظار هنشوف ايه اللي هيحصل. وادي لقطات. النادي الاهلي متفوق من البدايه زي ما قلت لكم. نادي الزمالك تقدم مره واحده وفارق 5 نقاط وفي دقيقتين عمل كامباك النادي الاهلي وعوض التاخر ب5 نقاط ل8 نقاط. وبعد كده نادي الزمالك ما قربش خالص من النادي الاهلي. اما نشوف طبعا حاجه نأسف ليها يعني اللي بيحصل دوت. للاسف اللي بيحصل دوت لان المفروض يعني انا وجهه نظري كراجل بفهم باسكت الحكام لم يتدخلوا باي طريقه في سير المباراه او ان هم يعملوا السكور ده. لا اداء الزمالك السيء في الدفاع واداء الزمالك السيء في الهجوم هو اللي وصل الفرقه انها مغلوبه 16 فرق من النادي الاهلي. النادي الاهلي احسن على المستوى الفردي واحسن على المستوى الجماعي هجوميا ودفاعيا. زي ما بقول لكم نادي الزمالك قاعد من طول السنه اللي فاتت معتمد على لعيب واحد اللي هو ديرين ستوجن هو اللي بيحط له كل جيم 40 بونت. لعيبته فقدت اللعب الجماعي، لعيبته فقدت الثقه في نفسها. وما مشي ديرين ستوجن نادي الزمالك حس ان هو فرقه نادي الزمالك ما تديش بصوره جيده. هنشوف ايه اللي هيحصل. زي ما بقول لكم ده دور 16 من كأس مصر. اللي هيكسب من النهارده هيلاعب الكسبان من الجياد وطلاع الجيش. انا بقول لك مش عايز في دور الثمانية. مباريات دوري المرتبط دور الثمانية هتبتدي ان شاء الله يوم 16. ادي الكابتن اشرف توفيق قاعد مستني شوف هيحصل ايه.
كابتن عصام عبد الحميد بيستغل فتره انسحابه من المباراه او التهديد بالانسحاب من المباراه ان هو بيشرح للعيبه ممكن يعملوا ايه علشان يعوضه. لسه في توقف. هنشوف اللي هيحصل. طبعا احنا بنذيع من الاستوديو فمش عارفين اللي هيحصل. ادي الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي نازل. وادي احمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس اداره بيكلم لاعبين. احمد اسماعيل مش عارفين بقى معترض على الجمهور ان عدد الجمهور اكبر من عدد المفروض يحضر. فهو قاعد عصام عشان اعتقد يعني مش عايز اقول بتلكك، لا اعتقد ان هو بيقول ان في جمهور في الصاله للنادي الاهلي اكتر من عدد المسموح به، وعلشان كده بيطلب ان العدد يطلع اللعيبه العدد الزياده يطلع بره الصاله اعتقد. وعصام عبد الحميد بيقول انا مش هلعب غير لما الجمهور يطلع بره. طبعا في قرار من اتحاد السله ان عدد الجمهور يكون 50 للنادي الزمالك و50 للنادي الاهلي. بس انا شايف في لعيبه كتير ومدربين كتير ممكن يكون هو بيعترض على هذا. كابتن عصام عبد الحميد وادي الكابتن رؤوف عبد القادر مع الكابتن طارق السعيد مدير الاداري لكره السله. كل روح رياضيه الكابتن رؤوف عبد القادر رايح لعصام عبد الحميد وبيتكلم معاه. ادي الكابتن رؤوف عبد القادر. طبعا كابتن رؤوف مدرب كبير للكره الطائره ولاعيب سابق كبير فطبعا عارف كل الناس، خبرات كبيره جدا الكابتن رؤوف. اوكي، هو تم الاتفاق امبارح على ان في الاجتماع الامني بين مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي الاتحاد ومسؤولي الامن ان هيبقى فيه 50 من نادي الاهلي و50 من نادي الزمالك كمتفرجين، ويكون المعامله في المست في اي مباراه قادمه في نادي الزمالك. فاعتقد هو الكابتن عصام تمسك بحقه في كده اعتقد يعني، وبيطلب من الحكام ومنسق المباراه الكابتن خالد الاوسي انه يخرج العدد الزياده. واعتقد ان ده اللي حصل. وهنرجع تاني المباراه، كان فاضل 3 دقائق و27 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث والنتيجه 57-41. وقفنا استمتعنا، كانت المباراه ممتعه جدا جدا جدا، ارجو انها تكمل بالمتعه اللي كنا فيها. رميتين حرتين لالكس يانج، كان في خطا على احمد جمال اليكس يانج طبعا بعد الراحة والتوقف ده طبعا فقد الحساسية شوية، لكن بمجرد ما هنجري هنرجعها تاني يا أليكس. 57-41 لصالح النادي الأهلي، وبيحط الرمية الحرة التانية أليكس يانج. برافو يا أليكس. 58-41. نرجع بقى للمباراة، عايزين نسخن كده. مصطفى مشعل، أنس أسامة، النادي الأهلي رجع يلعب دفاع منطقة. عمر هشام أنس بيحاول يوصل في خطأ ماشي بالكرة. طبعا برافو يا شكاوي، برافو يا كابتن شكاوي، باينة جدا من ان في خطأ ماشي بالكرة من أنس أسامة. بصوا هتلاقي عمل الخطوتين هو ثابت، واحد عمل تحركتين كده في خطأ ماشي بالكرة. تمام، ترجع النادي الأهلي. رامي جنيدي، النادي الزمالك كان رجع يلعب دفاع المنطقة. أيمن شوكت لسه ما ظهرش، أيمن لسه ما قدمش ورق اعتماده، لكن هو لعيب كويس زي ما قلت لكم. طبعا اول مره يلعب اهلي زمالك بقى دي تبقى صعبه قوي عليه. وادي بيعليها كويس لسيف، معلش ما ياخدهاش سيف صح. ترجع تاني نادي الزمالك. ايرفين جوركر محترف نادي الزمالك. ايمن شوقي بيدافع عليه. اسامه، انس اسامه ثلاثيه. مصطفى مكياو واخد بوزيشن جيد جدا على سيف سمير، بيضطروا يعمل فاول سيف سمير. كابتن شيكاوي بيقفشه على طول، يقول له تعالى في خطا عليك يا سيف. وسيف ده عقاب انك مش عامل بوكسنج جاب كويس.
لازم تعمل بوكسنج جان كارس. بيسحبه الكابتن اشرف طفيل لان اعتقد ده الخطا الخطا الشخصي الثالث، وينزل احمد اسماعيل اللي كان بيهزر من شويه مع الكاميرا. مكاوي رمي الحره الاولى النادي المكاوي بيسجلها، برافو يا مصطفى. 42 الزمالك، ورمي الحره الثانيه بيسجلها، برافو يا مصطفى مكاوي. 43 43 58 في دفع ضاغط لكن هبقى مين بيعدي وبيوقف، برافو عليك. وادي رامي جنيدي طويله، فاول على احمد اسماعيل طبعا، فاول على احمد اسماعيل. في شويه بعد التوقف اللي حصل وبعد ما النادي الاهلي مش راجع في حالته طبعا، دي ما حدهاش، ما فيش احضان من ورا احمد اسماعيل. تعترض على ايه؟ مكاوي كده. النادي الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه، فانس اسامه ليه مرتين حرتين، بسجل اولى انس اسامه 44 والثانيه ما بيسجلهاش. لما احمد اسماعيل، ايهاب امين، ايهاب امين، ايهاب امين، وحش قوي. لا 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 لا، في شويه توتر كده ومش عارف عزه كده في الهجوم. ايوه رامي صحيهم. ثمانيه وخمسين اربعه واربعين، ايرفينج والكر ايرفينج ثلاثيه بيسجلها، هنبتدي نخش في الجيم تاني. سبعه واربعين ثمانيه وخمسين، يلا يانج طلعنا من الحته اللي احنا واصلين فيها دي، بتتقطع تاني من اليكس يانج. كابتن اشرف توفيق اعتقد هيطلب تايم اوت لو الكره دي جت سله. ثلاثيه تاني وبيجيبها، لازم تايم اوت كابتن اشرف توفيق. 50 طبعا على طول، 50 58 عملوا 8 نقط كام باك. النادي الاهلي مش في حالته، واللعيب الاجنبي حط ثلاثيتين ورا بعض باك تو باك كده اهوت، قرب السكور ل 58 ل 50 بسرعه. كابتن اشرف توفيق بياخد التايم اوت بتاعه الوقت المستقطع عشان يصحي لعيبته، يشوف ايه التوتر الموجود دوت. الكرة بترجع في الجيم طبعا، التريك اللي عملها كابتن عصام عبد الحميد انه صعب فرقته ديت من وجهه نظر المدربين بتعمل نتيجه ساعات، واهو بعد ما كان السكور 16 نقطه رجع ل 8. طبعا تكتيك او تريكات بتاعت مدربين، وعصام حميد مدرب كبير خبره عاليه، كان لعيب جيد لعيب خبير. وقت مستقطع على النادي الزمالك النادي الاهلي، بعد ما نادي الزمالك قدر يرجع في الجيم تاني من فارق 16 نقطه النادي الاهلي لفارق 8 نقاط، واحنا لسه بنلعب في الكوارتر الثالث. ادي الكره بتاعت ايرفينج وولكر، ايرفينج او ايرفينج وولكر عمل ثلاثتين باك تو باك دوت في هجمتين. النادي الاهلي عمل 3 تيرن اوفر. كابتن علاء في خطه الاحمال، وادي جمهور نادي الزمالك اللي جاي حاضر. برضه تاني كابتن عصام عبد الحميد بيعترض على الحكام، على 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 الجمهور. مش عارف برضه لسه بيعترض. هو يعني للحقيقه يعني ان زي ما قلت لكم ان تم اتفاق على 50 فرد لكل جانب. هي الصاله داخل طبعا النادي الاهلي، و
اللي قاعدين دول كلهم اللي جات عليهم الصوره اعتقد ده العدد زياده، بس دول كلهم لاعبات اللي انت شايفينهم دول، دول لاعبات النادي الاهلي واولياء امور النادي الاهلي. وعصام عبد الحميد مصر ان هو مش هيلعب طول ما المجموعه دي كلها موجوده. هنشوف ايه اللي هيحصل. يعني امبارح كان في تعليمات كبيره جدا لينا ان يعني ما فيش حد هيخش. هنشوف. فاضل دقيقه و45 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث. طبعا اشرف توفيق متضايق جدا لان فرقته كانت ماشيه بصوره جيده جدا جدا، التوقفات دي اثرت عليها. وبالامانه اثرت علينا احنا كمان في التعليق. يعني ادي الاثنين الامريكان بيهزروا مع بعضيهم، لعيب جيد من الناحيه دي ولعيب جيد من الناحيه دي. طبعا كل ما يكون مستوى المحترفين عالي كل ما هنستمتع بدوري ومباريات كره سله قويه. رجعنا تاني للمباراه. هيبقى مين؟ احمد اسماعيل. احمد اسماعيل في خطا على مصطفى مكاوي لصالح احمد اسماعيل. 58 50 لصالح النادي الاهلي. خطا لصالح احمد اسماعيل، رميتين حرتين لاحمد اسماعيل. شوف من الحره الاولى بيسجلها واخيرا بيتحرك سكور النادي الاهلي 59. احمد اسماعيل ورمى الحره الثانيه. ما بيجيبهاش. نادي الزمالك. وولكر 59 50. وولكر بيقف ويشوط ثلاثيه. ما بتجيش لمها مكاوي وهو طالع. خطا على رامي جنيدي. في سنه فقدان تركيز كده من لعيبه النادي الاهلي، مش عايز اقول سنه الدلع لكن هي سنه فقدان تركيز. ما تجيش هنا مكاوي بيرميها وهو طالع هنا رامي جنيدي ترتكب خطا ضده. رميتين حرتين لمصطفى مكاوي ما بيجيبش الرميه الحره الاولى. الرميه الحره الثانيه لمصطفى مكاوي. مصطفى مكاوي رامي الحره الثانيه بيسجلها مصطفى مكاوي. تبقى النتيجه 51 59. نادي الزمالك بيلعب دفاع من اول ملعب كده. وادي ايهاب امين ما بيجيبهاش. ايهاب مكاوي، عمر هشام، انس اسامه، ايرفينج، وولكر، انس اسامه، مشعل. ثلاثيه من مشعل بيجيبها يقرب الفرق لخمس نقاط 59 54. والزمالك يرجع في الجيم بشويه عدم تركيز من لاعبي النادي الاهلي في الهجوم. في عندنا مشكله في اللعب على الزون. وادي رامي جنادي. يا رامي يا جنادي صحينا. ثلاثيه 62. وادي هجوم سريع. ايوه كده عايزين نسخن يا جماعه في الجيم. برافو يا رامي، بيحرك لنا الارقام شويه، بيشوطها من وسط البلد ويجيبها ثلاثيه. برافو. لكن وولكر، ايرفين وولكر يعمل ترانزيشن سريع، يحصل على خطا. بصوا تهويشه جيده جدا ويحصل على خطا من رامي جنيدي. رميتين حرتين. يلا عايزين نسخن ونستمتع بالمباراه، التوقفات الكتير دي ملهاش لازمه. وولكر رميتين بيجي حد بيحرز الرميه الحره الاولى 55 62. رمى
الحرة التانية يسجلها 56-62 ست نقاط لصالح النادي الاهلي واحنا بنقارب من نهاية الكوارتر الثالث. ادي رامي جنيدي، احمد اسماعيل، ابو النصر، جنيدي، جنيدي سيارة، مفيش بلانس، مفيش تغطية دفاعية، سهل يا سلم سهل. يصبح الفارق 4 نقاط وينتهي الكوارتر الثالث 62 الاهلي 58 الزمالك. كوارتر ده نادي الزمالك سجل 25 نقطة، نادي الاهلي سجل 19. كان السكور فارق 10 نقاط قبل بداية الفترة الثالثة. قدر نادي الزمالك يعوض ويكسب الشوط ده بفارق 6 نقاط لتصبح النتيجة فارق 4 نقاط فقط للنادي الاهلي في المباراة القمة في مباراة دور ال 16 لكأس مصر. طبعا هي مباراة واحدة، اللي هيتغلب لن يكمل المشوار، واللي هيكسب هيروح لدور الثمانية. عشان كده مباراة مهمة جدا، والقرعة اللي وقعتهم في طريق بعضهم البعض في دور ال 16 هي برضو اللي قالت ان المباراة في النادي الاهلي. الملعب مباراة واحدة تؤخذ بالقرعة. معلش يا كابتن اشرف، طبعا ردود افعال المدربين يعني الله يكون في عونهم. ضغوط، المدرب بيتعب ويشقى ويشرح ويقول، وفي الاخر التنفيذ مش بايديه، التنفيذ بايد اللعيبه في الملعب. الكوارتر الرابع هيبقى في منتهى القوه بعد ما نادي الزمالك عمل الكامباك الجيد اللي عمله في اخر 3 دقائق. يعني لما توقف المباراه وهدد كابتن عصام محمود بالانسحاب كان السكور فرق 16 نقطة وكان فاضل 3 دقايق 45 ثانية. 16 نقطة يعني في 3 دقايق و45 ثانية الزمالك تفوق على النادي الأهلي بفارق 12 نقطة. نصحى شوية، نصحى شوية ونسخن. أدي جمهور نادي الزمالك. بداية الفترة الرابعة والحاسمة. مشعل، ايرفين ووكر، عمر هشام، الكاوي يدور على ايرفين عشان يشوط، بيخترق، بيعمل اسيست لكن ما مسكهاش من الكاوي، تطلع لمشعل، حاول يخش، طلع لايرفين، يدوروا عليه، 4 ثواني، 3 ثواني على نهاية الهجمة، قطع، يا راجل، بعد الدفاع ده كله، بعد كده طلع الكرة في الاوت. احمد اسماعيل، معلش، يلا معلش، عوضها عوضها، ترجع الكوره لنادي الزمالك. ابو النصر بيراقب ايرفينج ووكر، اسامه، انس اسامه بيحاول يوصل، عمر هشام ثلاثيه وبتيجي. فارق نقطة واحدة لصالح النادي الأهلي. نادي الزمالك عمل كامباك ولا أروع. 62-61. النادي الأهلي اللي ادى الفرصة ديت لعبته تهاونه. لعبته وأدي كمان الكورة مقطوعة من محمد أبو النصر، ربنا يكون في عونك يا في ضفيه دلوقتي. مشعل وبيسجل مشعل وبيتفوق الزمالك 63-62. في توهان من لعيبه النادي الاهلي، الكساندر اختفى خالص، ايهاب امين اختفى خالص. ادي الكساندر بيحاول يقف وبيهوش وبيشوط وابتدى يشتغل ويسجل نقطتين الكساندر 64-63. المباراه لوت،
المباراه هيوصل في خطا فني على الناحيتين. وائل صبحي خطا فني على الناحيتين. عشان اللعيبه لازم تلتزم في اماكنها. خلاص بدل اتنين خطا فني يبقى هتستمر من غير عقوبات المباراه. كره الزمالك وولكر. المباراه ابتدت تبقى مباراه عصيبه. عمر هشام مشعل وولكر اسامه. عمر هشام ثلاثيه ما تجيش المره دي. اللي بقى هبقى مين؟ اللي بقى هبقى مين؟ هبقى مين ويوصل وياخد فاول وهو بيحط الكره من عمر هشام لمتين حرتين. بنطلق جساه كان معاه زميله كان لازم يديله ابو النصر لكن تمع في الكوره ماشي. لمتين حرتين اللي هبقى مين؟ 64 الاهلي 63 الزمالك. بنلعب في الكوارتر الرابع. هبقى مين؟ الرمية الحرة الأولى. بيسجلها هبقى مين؟ 65 63 الرمية الحرة الثانية اللي هبقى مين؟ نسعى شوية يا إيهاب. نسعى شوية يا أليكس آن. 66 63 دفاع دفاع إيرفينج أنس أسامة عمر بيسجل في دفاع كويس قوي من النادي الاهلي دلوقتي. اليكس يانج اليكس يانج اليكس يانج. ايهاب امين ايهاب امين وحشه ما بتجيش. وادي هجوم سريع مصطفى مشعل مصطفى مشعل مصطفى مشعل. توصل اليكس اسامه تحت الباسكت. شوط اي كلام يسميها مكاوي. مكاوي هو طالع بيغتصب خطا ويحصل على رميتين. رميتين لصالح مصطفى مكاوي. قوة تحت الباسكت انس اسامة ومصطفى مكاوي في نادي الزمالك. رميتين حرتين. مصطفى مكاوي بيسجل الرمية الحرة الأولى. 65 4 65 64 الرمية الحرة الثانية بشوطه مصطفى مكاوي ويسجل ويعدل الارقام. 66 66 65 66 اسف 66 65 لصالح النادي الاهلي. بس ربنا والمخرج يدي لنا الساعه. مش معقول يا جماعه لازم لازم طبعا الاخراج مش عندنا من قناه النادي الاهلي. لعبة كرة السلة مرتبطة بالثواني يعني الناس اللي بتنقل دي المفروض ان هي كل شوية تجيب لنا الساعة نعرف فاضل قد ايه. على ما فاضل 7 دقايق و17 ثانية. الساعة اللي فوق الباسكت باينة اهيت. وادي فاول لصالح احمد اسماعيل على مصطفى مكاوي. حاجه مصطفى طالع مصطفى مكاوي احمد اسماعيل. طب حط الجانبي 7 دقايق 17 ثانية على نهاية المباراة. مكاوي اعتقد 4 فاول فخلصوا. ابو النصر ابو النصر وهو داخل ياخدها تاني. ايهاب امين ايهاب امين. ايوه يا ايهاب امين ثلاثية من ايهاب امين. 69 65 لصالح النادي الاهلي. هيتحرك ايهاب هيتحرك اليكس. هندافع على الراجل اللي معاه الكره دوت. الماتش هيرجع تاني وولكر عايز يلعب لوحده. طلع لعمر هشام بيخش تنزل رامي حجازي. لا باسكت باسكت. النقطتين لصالح نادي الزمالك. 69 67 ايهاب امين ابو النصر الجمال بتعمل بلوك من عمر هشام وهو داخل خطا على رامي. الساعه ماشيه بعد ما الصفاره. فاول لصالح ابراهيم الجمال. بص 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 رجل رامي تحت فيها دفعه لابراهيم الجمال. تسعة وخمسين سبعة وستين. طبعا
الماتش على الوجوه الشد. هيبقى مين؟ أليكسيان هيلعب وفعلا بيوصل وبياخدها تاني. لا مين هياخدها في الاخر؟ خد احمد اسماعيل. احمد اسماعيل هو طالع. مصطفى مشعل يرتكب خطا ضده. صوت الجمهور ابتدى يعلى في الناحيتين. كميتين ولا اوت؟ اوت من تحت الباسكت. أليكسيان ايهاب امين الجمال النهارده مش في حالته بس معلش. وادي ايهاب امين وثلاثيه ايهاب امين 72-67. الولد الشاي ابتدى يصحى تاني. لعيب طبعا جميل صغير في السن. الميزه في الماركاتو بتاع النادي الاهلي او الانتقالات معظمهم لعيبه صغيرين. النجم اللي قدامكم ايهاب امين ده 24 سنه يعني قدامه مستقبل كبير. في الوقت ده الكابتن عصام عبد الحميد بيطلب الوقت المستقطع الاول ليه علشان يتدارك الامور. مش عايز السكور يفتح. السكور اصبح 5 نقاط لصالح النادي الاهلي واحنا تقريبا في مستوى في منتصف الكوارتر الرابع. ادي الماسوره استشار علاء زهران عضو مجلس اداره الاتحاد. السيد طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. السيد محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مش عارف برضه تايم اوت ده ولا سحب الفرقه تاني الكابتن عصام تاني. مش عايزين يفتحوا لنا الصوره. افتحوا لنا الصوره يا جماعه نشوف ايه في الحاصل. مش معقوله كده. من المره الثالثه بيسحب لعيبته الكابتن عصام عبد الحميد. مش عارف انا يعني مش ممكن يا جماعه مش ممكن. عمرنا ما شفنا التصرفات دي في اي ملعب كره سله. وادي الوزير عمرو فاروق بيتكلم مع احمد عادل عبد الفتاح. مش عارفين المشكله اللي هتحصل. احمد عادل عبد الفتاح بيتكلم مع خالد القوسي كابتن خالد القوسي المهندس خالد القوسي عضو مجلس اداره اتحاد كره السله وهو المنسق العام لهذه المباراه والاتحاد مخوله ياخد اي قرارات هو شايفها تتاخد. هنشوف ايه اللي هيحصل. ده مش في الرياضة يا جماعة. احنا مش عارفين اللي بيحصل. مستنيين نقعد للمباراة تاني. نقعد للمباراة تاني. ادي عدد اللقطات. المباراة كانت سخنت تاني يا جماعة وتشدنا معاها ونادي الزمالك عمل كومباك من 16 نقطة وتقدم على الاهلي نقطة وبعد كده الاهلي رجع تقدم 5 دقايق. التوقف ده يا جماعة يعني بيفقد متعة المشاهدة. حتى اللعيب في الملعب بيفقد متعة اللعب. بنفقد التركيز وبنبرد. مش معقولة يا جماعة. العبوا باسكت. نلعب باسكت ونكسب ونخسر في الملعب. نلعب باسكت ونكسب ونخسر في الملعب مش نكسب ونخسر في المدرجات ونكسب ونخسر بالاحتجاجات. العبوا باسكت والفرقه الاحسن هي اللي تكسب. مش معقوله مش معقوله يا جماعه. ادينا مستنيين هنشوف ايه اللي هيحصل. هيرجع يلعب تاني عصام عبد الحميد. هو كل مره هيعمل كده وهيرجع يلعب تاني. ادي جمهور نادي الزمالك محدش اعترض عليه.
القانون يا جماعه الكابتن احمد عادل عبد الفتاح غير ذي صفه ان هو يتكلم مع الحكام. الراجل دوت لا في الجهاز الفني ولا ليه كانيه على الترابيزه، الراجل ده عضو مجلس اداره، المفروض يقعد في المقصوره بكل احترام وفي عنده رجالته تحت هي اللي تقول انا هلعب ولا مش هلعب. يعني كابتن احمد عادل نجم كبير ولاعب سابق في نادي الزمالك وهو دلوقتي عضو مجلس اداره، المفروض يتعامل دلوقتي على انه عضو مجلس اداره في نادي الزمالك. كابتن احمد عادل مش مفروض ينزل يتكلم مع الحكام. مش شغلتك يا كابتن احمد. في الكابتن طارق السعيد موجود مدير الجهاز، في الكابتن عصام عبد الحديد مدير فني، هم دول اللي اتكلموا. لكن انت مش حضرتك مش مفروض تنزل حضرتك. تتكلم مع الكابتن جلال مسؤول الملعب. لا مش شغلتك يا كابتن احمد. عايز تتكلم في المدرج تتكلم مع خالد القوسي. لكن للاسف عمرنا ما شفنا الكلام ده بيحصل بره ملاعب مصر. لن تجد هذا غير في الملاعب المصريه فقط. اشرف توفيق ربنا يكون في عونك. كل ما فرقتك تسخن وتوصل لمستواها يحصل حاجه توقف لك المباراه اربع خمس دقائق اللعيبه تهدى تاني. أنا آسف يا جماعة والله أنا آسف لهذا المنظر. أهو في تشجيع وفي حماس، ليه ما نكملش الماتش؟ أدينا في انتظار هنشوف إيه اللي هيحصل. المفروض الحكام تاخد قرار يا جماعه، المفروض الاخ خالد القوسي والكابتن محمد عبد المطلب ياخدوا قرار، فاضل خمس دقايق 51 ثانية. لو النادي الاهلي غلطان ياخدوا قرار ضد النادي الاهلي، لو نادي الزمالك غلطان ياخد قرار ضد نادي الزمالك. ده منظر يا جماعه المدربين قاعدين بالطريقه ديت واللعيبه قاعده. طبعا دي كلها لقطات معاده. المباراه كانت جميله، المباراه كانت جميله جدا. النادي الاهلي قدر يطلع 16 بونت، نادي الزمالك قدر يعمل كامباك ويطلع بونت. يعني كان مباراه رائعه تليق بالفرقتين الكبار. ليه نوقفها؟ ليه نبوظها؟ طبعا احنا مش عارفين ايه بيحصل في الصاله. لكننا بنعمل بقى فترة استراحة ونرجع نسخن تاني. المفروض المهندس خالد القوسي ياخد قرار في اللي بيحصل ده. ودلوقتي كابتن وائل صبحي بيطالب المدربين بنزول خمس لعيبه في الملعب. يا كابتن خد قرار خمس لعيبه في الملعب، اللي هينزل يلعب يلعب واللي مش هينزل يلعب يلغي الماتش عليه. مش معقولة يا جماعه، مش معقولة، مفيش حزم. مش معقولة. تخيلوا ده منظر كرة السلة في مصر بين أكبر فريقين يحصل فيه كده. وأديهم نزلوا تاني. طب نوقف ليه بقى؟ يعني إحنا نوقف الماتش ده تاني لأن هنلعب. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. مداولات بين الحكام.
والكابتن مجدي جلال مراقب المباراه. فاضل 5 دقايق 51 ثانيه على نهايه المباراه، والنادي الاهلي متقدم بخمس نقاط 72 67. اشرف توفيق طبعا ربنا يكون في عونه، كل ما فرقته تمشي كويس يجي توقف يخليهم يسرحوا. الحكم مش عارف الكره لمين، الحكم كره لنادي الزمالك، كان ايهاب امين سجل ثلاثيه في قبل توقف المباراه. فعلا هتروح كره لنادي الزمالك من تحت الباسكت. يا رب ما توقفش تاني بقى المباراه، يا رب ما توقفش تاني ونخلص. كابتن عمرو بيدي الكوره عمر هشام، ووكر عمر هشام، انس اسامه، ايرفينج ووكر، انس اسامه، عمر هشام، انس اسامه، رامي حجازي. ووكر بيشوط ثلاثيه من بعيد ما تجيش، لكن لما مشعل طلع تاني لانس اسامه، انس بيقوي وتطلع تاني لوولكر. 5 ثواني على الهجمه، يشوط دخلها لانس اسامه، لكن في ماتش الكوره 24 ثانيه. لا 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 لا، الحكم حسبها تبقى 69 72. كره مع النادي الاهلي، ايهاب امين، ابو النصر، اليكس يانج، وفاضل 4 دقايق. اليكس يانج ثلاثيه ما تجيش، يلمها رامي حجازي، ايرفينج، رامي حجازي، عمر هشام، لا ايهاب امين، وبيحصل خطا شخصي، خطأ سلوك غير رياضي، في تعمد، لمتين وحيازة لصالح ايهاب امين على رامي حجازي. دفاع جيد من احمد اسماعيل، يلمها رامي هنا، وعمر هشام هو في الارض بيعيق ايهاب امين لنقطتين. بيسجل رامي الحر الاولى ايهاب امين، برافو يا ايهاب. 73 69، الرمية الحرة الثانية سجلها ايهاب امين، 74 69، وترجع الحيازة للنادي الاهلي. ايهاب امين، اليكس يانج، الجمال، اليكس يانج، يا سلام يا سلام، ايوه بقى نسخن كده 76 69. ولكر ثلاثيه وبيسجلها، برافو يا ولكر، شويت رائع. يبقى 72 76 لصالح النادي الاهلي. الجمال، ايهاب امين، الجمال، اليكس يانج، اليكس يانج هو طالع بيسجل، ما بتحسبوش فاول بس سجل نقطتين، 78 72. الراجل ده لازم تمسكه بقى شويه، هو الوحيد اللي بيسجل دلوقتي للثلاثيات، وهو بيعمل تمويه. كره تيجي في رجل احمد اسماعيل، وفاقي على الزمن المباراه 3 دقايق 37 ثانيه. ادي فاول تاني على احمد اسماعيل لصالح ولكر، فرق 6 نقاط. ولكر، ايهاب امين بيعمل ستيل ليه، وتاخد الفاست بريك، فاست بريك، باسكت كاونت، جول اتندنج طبعا فوق خالص، نقطتين لصالح النادي الاهلي 80 72. ايهاب امين عمل ديفنس رائع، وياخد الهجمه المرتده، وهي طبعا من فوق الباسكت بول اتندنج. ادي الحكام، 3 حكام بيصفروا مع بعض،
وتايم اوت لعصام عبد الحميد. ارجو ما ينتهيش بانسحاب تاني او تهديد بالانسحاب. 80-72 والمتبقي تقريبا 3 دقايق على نهايه المباراه. مره تانيه الجهاز الفني لنادي الزمالك بيحاول يعمل مشكله مع الحكم. دور 16 كاس مصر نظام خروج المغلوب، اللي هيخسر هيودع البطوله واللي هيكسب هيكمل الدور التالي. 3 دقايق تفصلنا على المباراه. المباراه كانت ممتعه جدا يا جماعه والله، كانت ممتعه ممتعه ممتعه، لكن للاسف التوقفات بمده طويله اللي حصلت في الكوارتر الثالث والرابع خلت المباراه اتاثرت شويه، لكن لسه النادي الاهلي محافظ على تقدمه. وهنشوف الثلاث دقايق دول هيحصل فيهم ايه. ثلاث دقايق 22 ثانية على نهاية المباراة. الوزير نائب رئيس مجلس الإدارة السيد الوزير العامري فاروق اتكلم مع الكابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد والكابتن خالد القوسي. كرة في حيز نادي الزمالك. 3 دقايق و20 ثانية على نهاية المباراة. كابتن سعد مصطفى وكابتن اسلام علي. أنس أسامة الجمال بيحاول يعزل والكر إيرفينج عن اللعب. مشعل عمر هشام إيرفينج ثلاثية من بعيد لكن ما تجيش، ياخدها مشعل وهو بيتحرك. محمد أبو النصر ولا هيبقى مين ده؟ محمد أبو النصر خطأ على محمد أبو النصر لصالح مشعل. هنشوف في أربع أخطاء ولا مفيش. بص وقفوا الحكم اعتبر ان دوت دفاع غير مشروع. ايرفينج عمر هشام بيخش وبيسجل وهو داخل بيسجل نقطتين. ابراهيم الجمال يرتكب خطا ضده 74-80 بيحسبه الشكاوي ولا حاجه طبعا ولا حاجه، بس خلاص حكم قرار الحكم محدش يقدر يتكلم فيه. دقيقتين 58 ثانية على نهاية المباراة. عمر هشام يسجل الرمية الحرة 75-80. هيبقى مين؟ أليكس يانج، أحمد إسماعيل، الجمال، هيبقى مين؟ إيهاب. ثلاثية من إيهاب أمين 83-75. نجم المباراة إيهاب أمين، هايل. باكدور ياخدها او قطع خلفيه كده لانس اسامه بيقف وهوك شوت ما بيجيبهاش. يبقى مكاوي احمد اسماعيل يكسب خطا من مصطفى مكاوي. الخطا الخامس على مصطفى مكاوي. لا لسه لا اعتقد الخطا الخامس. احمد اسماعيل بيكسبه منه بيحصل على رميتين حرتين. احمد اسماعيل بياخدها اهوت فعلا فاول اهو زي ما حسب فاول على احمد اسماعيل من ورا يبقى فاول على مصطفى مكاوي لو بيحاول ياخد الكره من ورا اللاعب. رميتين لاحمد اسماعيل رميتين. يلا يا احمد عايزين نرجع العشرة. ما بيجيبش الرميه الحره الاولى. ماشي ركز. احمد اسماعيل الرميه الحره الثانيه يسجلها 84-75. كرة مع الزمالك. ايرفينج ووكر بيدافع عليه ابراهيم محمد ابو النصر. محمد ابو النصر اسامة عمر هشام سويتشات. ووكر ووكر 6 ثواني على هجمة. ووكر بيوصل لغايه الباسكت. برافو برافو برافو. وبيدي اسيست رائع لانس اسامه
اللي ما بيجيبهاش، لكن بيحصل على الخطأ من ابراهيم الجمال برميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح انس اسامه 84-75 وفاضل دقيقه و58 ثانيه. بيضيع الرميه الحره الاولى انس اسامه. انس اسامه الرميه الحره الثانيه. بيضيعها لما احمد اسماعيل لأليكس يانج. مهمين دول كانوا يا انس في وقت مهم. ايهاب امين، ايهاب امين، ايهاب امين، خد وقتك في الهجمه بقى. ايهاب امين، أليكس يانج، 8 ثواني على الهجمه. أليكس يانج يقف ويشوط ويصوب، يلمها ايهاب امين تاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، 86-75. ايهاب امين، ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ايه اللي انت عامله ده؟ بص جاي من الريباوند منين ايهاب امين؟ من وسط عمالقة الزمالك. بص بص شوف، وبيعدي الناحية التانية وبيحطها بايديه الشمال. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ 86-75 لصالح النادي الاهلي. برافو يا ايهاب. طيب اقعد صالح نادي الزمالك. ده مصطفى مكاوي اللي فاول اوت خلاص، عمل 5 اخطاء شخصية فخرج بره الجيم. عصام عبد الحميد بيلحق فرقته بتايم اوت، مغلوب 11 نقطة فارق، واعتقد فاضل اقل من دقيقة ونص. ادي أليكس يانج، والعاب من الالعاب الحلوة اللي حصلت. نجوم المباراة النهاردة من جانب النادي الاهلي أليكس يانج والنجم الموهوب ايهاب امين. طبعا ده ما يمنعش ان الفريق كله في الدفاع في اوقات كتيره بيبقى نجوم. سلام عليك يا ابني. لا لا لا، احنا اول ما شفناه في الملعب كلنا كمدربين ولاعبين سابقين في النادي الاهلي قلنا الولد ده مكسب كبير 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 للنادي الاهلي. يعني عايز اقول لكم ان الصفقه بتاعت ايهاب امين دي تدخل فيها الكابتن محمود الخطيب شخصيا لانهاء. يعني يا بختك يا ايهاب امين بالنادي الاهلي، ويا بخت النادي الاهلي بيك. ان شاء الله تقدم حاجات كتير مع النادي الاهلي ان شاء الله. 86-75 لصالح النادي الاهلي. احمد السلعاوي واسلام علي. احمد السلعاوي نتمنى له العوده والشفاء. عوده المباراه والدقيقه ونص الاخيره من عمر المباراه. النادي الاهلي متقدم بفارق 11 نقطة في مباراة دور ال 16 لكأس مصر. دقيقة و 33 ثانية، ايرفينج بيقف يشوط ثلاثية، لكن أبو النصر بيرتكب خطأ ضده، دفاع من الخلف يستوجب 3 رميات ثلاثية، ما كانش ليها لازمة. محمد أبو النصر معلش أنت لعيب راجل وبطل، شكله خبط في دماغه في كده وهو بعد ما بيشوط. ايوه ايوه معلش قوم. 3 رميات حره لصالح ايرفينج ووكر. ده كريم دهشام نجم الاهلي السابق اللي انتقل الموسم ده لنادي الزمالك. ووكر بيسجل الرميه الحره الاولى، 3 رميات. ووكر بيسجل الرميه الحره الثانيه. وبيسجل الثالثه 78 85. ايهاب امين، ايهاب امين، نهدى نهدى مش مستعجلين. ايوه التايم في صالحنا. الجمال أليكس يانج دقيقة 17 ثانية على نهاية المباراة. احمد اسماعيل أليكس يانج بيوقف ويشوط وسيارة ياخدها تاني. ايهاب امين هارد لك هارد لك. ايرفينج ايرفينج ثلاثية سجلة ما بيجيبهاش. ولما ايهاب امين 55 ثانية على نهاية المباراة.
فارق 8 نقاط ابقى مين وخطا على عمر هشام ضد ايهاب امين. رميتين حرتين. عمر هشام عامل مباراه جيده، لعيب راجل قوي من اللعيبه اللي انا بحبها، بيدافع جيد، بيعمل فسعه جدا في الهجوم، من اللاعبين المصريين جدا مع نادي الزمالك. اعتقد 5 اخطاء شخصيه على عمر هشام. كابتن عصام بيحييه وبينزل مكان مصطفى مشعل. 86-78 لصالح النادي الاهلي، وباقي 52 ثانيه على نهايه المباراه. ايهاب امين ورميتين حرتين، بيسجل الرميه الحره الاولى. برافو ايهاب. اعتقد ايهاب حدد اكتر من 30 بونت النهارده. برافو ايهاب امين. الرميه الحره الثانيه بيسجلها ايهاب امين. 88-78 فارق 10 نقاط. ايرفينج تروح شوط الثلاثيه من السحارتي اللي لسه نازل، بيحاول مشعل ينجحها، توصل لايهاب امين، هدي الملعب، بيهدي الملعب، وادي خطا على السحارتي. يعني اعتقد الجيم منتهى، مش مطلوب منه من فاول جيم، لان الزمالك يعمل فاول جيم كده يعلي السكور عليه. رميتين حرتين لايهاب امين. ايهاب امين فضل 34 ثانيه على المباراه، بيسجل رامي الحره الاولى. ايهاب امين اشرف مش توفيق وابتدى ياخد نفسه. ايهاب امين نجم اللقاء. رامي الحره الثانيه يسجلها ايهاب امين. 90-78 لصالح النادي الاهلي. وولكر بتقطع منه، لكن بيقول فاول الحكم، فاول توني وولكر لايرفينج وولكر. رميتين حرتين. 80-78 لصالح النادي الاهلي. خلاص اخر 20 ثانيه 15 ثانيه 26 ثانيه، بيحط الرميه الحره الاولى. الرمية الحرة الثانية بيسجلها. تمانين تسعين الجمال يحصل على خطأ شخصي. رميتين الحرتين للجمال. ادي الكابتن كفراوي عضو مجلس الاداره جنب المهندس خالد مرتجي. الجمال نقطتين يا جمال، يلا سجل الرميه الحره الاولى. برافو عليك، خد نفسك بقى واحمد ربك، الحمد لله ربنا عداها على خير. اشرف توفيق برافو عليك، ويحط الرميه الحره الثانيه. 92-78 ايرفينج وولكر. مصطفى مشعل يانج الجمال 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 مش عايز يلعب، عايز شوطه بثلاثه. خدها بقى مين، اوه عديها بالرجلين مشعل كده. ولعيبه الزمالك عايز تضرب بقى مين، معرفش ليه عملوا مشكله من غير لاعب لعيبه الزمالك، مش عارف ايه اللي بيحصل. المباراه انتهت، المباراه انتهت. ده مش اخلاق رياضيه اللي بيحصل، ده عيب يا جماعه، اللي بيحصل ده عيب في الباسكت. ايه اللي بيحصل ده؟ جهاز الزمالك كله ولاعيبته نازلين عايزين يضربوا على مين؟ ده في الباسكت يا جماعه، الراجل حط كوره برجليه، ايه المشكله؟ ده في الباسكت، ايه المشكله في كده؟ دي مهاره. السحارت عايز يروح يضربه ولاعيبه الفرقه كلها وعصام عبد الحميد بيتخانق مع اللعيبه. لا 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 لا، اتحاد الباسكت لازم يبقى حازم عن كده يا جماعه.
الكلام دوت صعب. المهم بتنتهي المباراه بفوز نادي الاهلي على نادي الزمالك 92-78 في دور ال 16. الف مبروك لصالح النادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك لاداره النشاط بقياده الكابتن رؤوف عبد القادر، الف مبروك، الف مبروك لاشرف طفيق رجاله و هارد لك لنادي الزمالك، اديته مباراه جيده. واعزائي المشاهدين والمشاهدات ارجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه المباراه، وان شاء الله نلقاكم في مباريات قادمه. كان معكم سيد صابر معلقكم الرياضي، السلام عليكم ورحمه الله.